لدينا في وزارة الثقافة 7 مراكز فن تشكيلي في 5 محافظات، وهؤلاء هم خريجو المراكز وهذه هي نتاجات أعمالهم. تلاحظون أن درجة التأهيل في هذه المراكز عالية جداً من الناحية الفنية التعبيرية، من اللعب بالألوان، بتقنية الرسم والتصوير. أعتقد بأن هؤلاء وصلوا إلى مرحلة يستطيعون أن يدعموا فيها الحركة التشكيلية وتطورها في سوريا بل في الوطن العربي. ما بصير في عنا معرض دوري للطلاب اللي عم يدرسوا، عندهم تطلع ليشاركوا بهذا المعرض اللي عم بيلاقي كتير اهتمام من الوزارة. مراكز الفن التطبيقي والتشكيلي التابعة لوزارة الثقافة، اللي أغلبها تأسس مطلع ستينات القرن الماضي، هي وظيفتها الرئيسية دعم وتعليم الفن التشكيلي والتطبيقي لكل الناس بسوريا. فهي مر عليها أغلب وأهم فنانين القطر العربي السوري، إما كطلاب أو كمدرسين، كانت وما زالت هدفها الأساسي رفض الساحة الفنية بفنانين تشكيليين متمكنين. مشروع التخرج تبعي أنا اخترته من حوران. أنا حبيت التزاوج بين الحجار السوداء اللي بشوف فيها نبل كبير يعني، والطبيعة الخضراء.